السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم في هذا اليوم، يوم السبت الموافق 14 من شهر يناير 2012. أول مرة أزور هذه المنطقة بعد التحرير، المنطقة التي كانت محظورة أو ممنوعة أو خط أحمر للليبيين. هنا من باب العزيزية ندخلها، وكل واحد يستطيع أن يدخلها ويتجول ويمشي ويأخذ الصور ويستشعر ويتحرى، وأيضا يتذكر التاريخ المظلم، التاريخ القمعي للطاغية المجرم القذافي، حيث الليبيون كانوا ينظرون إلى هذا المكان كأنه المكان الذي يقمع به الشعب الليبي. هنا وخلفي ما تبقى من هذا البيت، والذي كان يسميه الطاغية المجرم المقبور القذافي ببيت الصمود، البيت الصمود الذي ذكره أكثر من مرة بأنه صمد خلال عام 1986 عندما تعرض لبعض من القذائف الأمريكية، لم يصمد أمام أيدي الثوار الليبيين، الثوار الذين تاروا على هذا الطاغية المجرم القذافي. هذا البيت، وكما قلت كان نسميه ببيت الصمود، كان أيضا رمزا للظلم وللتعسف وللإرهاب أيضا. انظروا الآن كيف أصبح، والله شعور رائع جدا، أكثر من رائع، بأننا عشنا لكي نرى هذا البيت وهو مجرد آثار بعد عين. سوف نقوم أيضا بالتجول و أريد أيضا أن أذكر بأن سكان طرابلس والمناطق المجاورة بدأوا يستعملون ويستخدمون هذا المكان باب العزيزية كسوق. كل يوم جمعة هناك كثير من الباعة وكثير من الناس الذين يأتون هنا لبيع وشراء بعض المقتنيات، فأصبح سوق كبير يوم الجمعة في هذا المكان. سوف نتجول في باب العزيزية لنأخذ ونتحرى ونرى مخلفات الحرب أو مخلفات التحرير كيف كانت وكيف صارت. أنا هنا من جانب آخر، من هنا المكان الذي يعرف ببيت الصمود، نشاهد آثار الدمار، وطبعا نشاهد أيضا بعض الكتابات باللغة العربية. أحاول أن أسأل أحد الصحفيين من جمهورية التشيك التي أتى هنا لأي يتحرى ولكي يكتب عن هذا المكان، بيت باب العزيزية، وعن هذا البيت. ميلان، first of all, welcome to Tripoli. How do you feel and how did you find this place? What's your first impression, in other words? It is very strange kind of feeling to stand in this place where Gaddafi a few months ago took his speeches. And now we are in free Libya. Yeah. It's very strange. هو قال بأنه شعور غريب جدا مختلف، لأن هذا المكان كما كان يعرف بأنه مكان لا يستطيع أحد أن يأتي إليه، لا يستطيع أحد أن يتكلم عليه، والآن ليبيون يأتون إلى هنا. It's دولة حرة، ليبيا جديدة وحرة. شعور جميل جدا والله. نستمر في التصوير. والآن نشاهد هذه السيارة المقلوبة والمحروقة أيضا. نشاهد توماس، هو أيضا صحفي. He's a journalist from Czech Republic. What's your first impression, Thomas?
Yeah. You are standing here in front of the standing house, so to speak. Yeah, similarly as Milan, it's quite strange to be in this place, and it's interesting how you can't feel any power here. The guy who had so much power just a year ago, not so long ago, so many people were afraid of him. Now we see just ruins that look more destroyed than medieval castles in our country. It's a strange feeling. Okay, thank you very much. I'm just going to translate what you just said. هو قال توماس قال بأن شعور أيضا كزميلة شعور غريب ومختلف ففي المكان الذي كان مصدرا للقوة مصدرا لصنع القرارات هنا تأتي هنا لأول مرة في هذه الفترة حيث لا يوجد أي قوة هنا شعور غريب مختلف مكان القوة أو بيت القوة الآن أصبح مجرد آثار مجرد دمار مجرد مخلفات لبعض الجدران. أهلا بكم مرة أخرى، ما زلنا هنا في باب العزيزية وتحديدا أمام هذا المبنى الذي كان يعرف في عهد الطاغية القذافي بباب أو بيت الصمود. في جولتنا نلتقي بالأخوين توفيق بوليفة. توفيق بوليفة من بنغازي. من بنغازي. من بنغازي ايضا. اول مره تزور المكان ولا لا ثاني مره نزور المكان؟ ثاني مره. اول مره، شنو شعوركم؟ والله شعور يعني كل ليبي فرحان بهذا الشعور الطيب اللي شاف هالمكان اللي كان متخوف منه الشعب الليبي لمده 42 سنه. صح. من كان رسم له من اوهام ان هذا مكان محصن وما يخترقش من اي حد في العالم. صح. واللي اتضح انه هو مكان هش. مكان هش لا ينفع حتى لنوم الحيوانات. لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما شاء الله تعبير جميل جدا والله. وانا من عام فات يعني كنت اشتغل في شركة بلاك هاند ديكر هنا في طرابلس. فمرة احد اصدقائي جاي في الطائرة من بنغازي حوالي الساعة 5 صباحا. نعم. فخرجت من امام باب العزية فوجدت العمال من الاتراك والاجانب يدخلون لهذا المكان، فانا قلت اكيد هذول يشتغلوا في شئات ضخمة داخل هذا المبنى او شيء، وسبحان الله لكن بعد سنة اتضحنا انه ما في شيء. ما في شيء يعني اتضح لي ان القذافي ما عاشش لا الدنيا لا الاخر، يعني لما خشيت انصدمت ما فيش مباني حلوة ما فيش حاجة لا شيء لا شيء، يعني حشاك حتى البهايم هو فقط كان مجرد او مكان للارهاب سموه بعض المحللين وبعض الاشخاص قالوا هذا مكان للارهاب كان يخوف فيه الشعب الليبي وهو كان هش لا شيء ولا شيء. ولكن والله كان عندي انطباع من كم سنة انه هو المكان هواك، كان عندي احساس ان الوضوح ان حتى من برا المكان ما فيش مباني شاهقه، ما بناش عليك شيء، شيء قاعد حتى مبنى المدرسه او ممكن في مبنى هو بتاع المدرسه اللي هنا مطلع عليك حتى انت برا من عند الجزيره الدوران يبان عليك انه مبنى قديم، خزانات الميه تصب الميه من برا بشكل قديم، يعني واضح ما واضح الاسف زي ما نقول بروباغندا دعايه كبيره وهو في الواقع لا شيء. للاسف حتى منع من الشركات الانشائيه اللي تبني بنيه تحتيه من فنادق انه يعمل الفتحات الشرفات للفنادق على اتجاه على باب العزازيه، يعني حتى في التصاميم الخرائط اللي وضعوهن يجي يغير فيهن لان هن يفتحن على باب العزازيه او كذا او شيء. لكن الحمد لله رب العالمين في بنغازي لما طحت الكتيبه وشون المزرعه، عنده مزرعه كبيره في هواي، مزرعه حجمها كبير. نعم. لدرجه ان الجماعه خشوا لقوا فيها حوش بسيط. نعم. شو دوم يقولوا وين القصور؟ لا بد تحت الارض. تحت الارض بيت ما يصيرش حتى 500 دولار. انصدموا وحوش بس في المزرعه. كان عنده هو مغزى وحاجه من وراء الشيء، التضخيم هذا انه فقط ارهاب وقمع واشياء. يعني يا ريت يستمتع به هو الفلوس وحرم الشعب الليبي في نفس الوقت حتى هو ما يعيشش. وللاسف في 69 الشعب الليبي قابله مقابله حسنه يعني. وقف معاه وصب معاه وهو كعمل الشعب وقال تعبيره انه من انتم يعني؟ من انتم؟ بعد 42 سنة تجاهل الشعب وقال له من انتم؟ والله في كلمة قال لنا تاجر سوري، نحن جانا ليبيا هنا أول مرة يدخل ليبيا من حوالي 7 سنوات. جاء بعد قصدك بعد التحرير؟ لا قبل التحرير. قبل التحرير من 7 سنوات، فعندي صاحبي استشهد يوم 19/3 يوم دخل الكتاب البنغازي كان جايبه معاه من سوريا تاجر. صحيح. فقال لي السوري هذا، قال لي هاي بالسوري، هاي ما ليبي، هاي ما ليبي، يعني هذا مش ليبي. بمعنى التعبير السوري. صح صح. يعني هاي ما ليبي. يعني شاف بنغازي الدنيا مخربه. صح صح. يعني هذا مش ليبي.
صح والله بزيد تذكر تعبير هذاك الشخص اني هذا مش جديد يعني جديد فعلا انا تو حتى شيء في مناقشاتي اني انا لما كنت في الخارج تو نناقش فيها كذا واحد خاصه الافارقه تو واخذين عليه فكره حسنه جيده هذا يقول الليبيين عايشين جيد وحياتهم كريمه ومستريحين واموال الناس كلها واخذه فكره ان الليبيين عايشين مرتباتهم اقل واحد 1000 يورو مثلا او اكثر نحكي في الواقع فيصابوا بدهشة الحق يصابوا بدهشة نقول لهم احنا ما عندنا لا انفرا لا بنية تحتية لا مستشفيات لا تعليم لا شيء في ليبيا ما موجود لا شيء الواقع احكي لك مك اخوي عصام عاد صور الانتخابات المصرية تو نعم صور الانتخابات المصرية قال لي انتم ليش جيتوا الانقلاب على معمر وانتم الطفل الصغير يوتلد يندال له مرتب وانا قلت لك كذا هذا مش حرام المصريين حتى التوانسه حتى لما كنت في تونس في ناس هيك تعتبر في الشيء هذا واخذين فكره خطا انتم عايشين كيف الخليج وليش خطأ للاسف ممكن. للاسف خلى الليبيين معناها اول حاجه تطلع علينا معلومات خطا والغرب معناها والعرب حتى العرب الدنيا تصوروا ان عايشين ليبيا عايشين في رغد ونعيم ولكن الحمد لله جت الثورة هذه وورت للناس الحقيقة والحمد لله لكن مع بعض الناس المتشائمين لكن نقولوا ليبيا حتكون لا أفضل لا 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 بإذن الله بإذن الله بإذن الله دائما نحن نقولوا ليبيا حتكون أفضل من أيام القذافي بإذن أفضل إن شاء أفضل الله بكثير 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 إن شاء الله كيف يقول الأستاذ شو اسمه علي الترهوني يقول والله ما جاء إلا الخير بإذن الله ديما أخذ خطابة احنا متفائلين والله ما جاء إلا الخير بإذن الله ليبيا الأفضل والأحسن إن شاء الله حتى احنا ما عشناش يعيشوا ابناء او شيء ان شاء الله حريه التعبير وحريه الراي في كل شيء في حياتي الله يفتح خيرا وفرصه سعيده ان شاء الله صحيح الله يبارك فيكم ان شاء الله بارك الله فيكم شكرا ها هو باب العزيزيه مدخل باب العزيزيه المكان الذي كان مصدرا للقوه في عهد المقبور القذافي الان لا شيء فقط اثار ركام ودمار الليبيون يأتون إلى هنا للزيارة للنظر للتجول وأيضا لتذكر عهد الطاغية القذافي المكان الذي يحكم فيه الليبيون المكان الذي كان يحكم فيه ويرهب فيه الشعب الليبي الآن والحمد لله بعد التحرير أصبح فقط مكانا للزيارة بل أكثر هناك أيضا من يأتي إلى هنا أيام الجمعة ليقوم ببيع وشراء فأصبح سوقا يوم الجمعة هذا هو نهاية تقريري لهذا اليوم أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم به في هذا التقرير الذي زرنا من خلاله باب العزيزية أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي بشير بريكا من أمام مدخل باب العزيزية طرابلس